ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس تأمل سورة التوبة تحت عنوان المنهج الإصلاحي من سورتي الأنفال والتوبة والحمد لله تم الحديث عن سورة الأنفال في سبعة مجالس وسورة التوبة إلى الآن تمت ثلاثة مجالس وهذه وهذا المجلس الرابع نسأل الله سبحانه وتعالى التمام على خير سورة التوبة الحديث فيها يعني كثير من الحديث فيها عن المنافقين كما تعلمون ولكن الآيات التي في بداية السورة والتي كانت في المجالس السابقة لم تكن عن المنافقين وإنما كانت عن المعاهدات مع المشركين والسلم والحرب أو آية السيف والعهود وبعد ذلك في فضل الجهاد ثم في الحديث عن أهل الكتاب صح ولا تذكرون ثم بعد ذلك في الاستنفار للجهاد في سبيل الله ثم بدأ الحديث عن المنافقين يعني قبل في نهايه المجلس السابق او في المجلس السابق الثالث يعني المجلس الاول والثاني كان حديث عن المشركين واهل الكتاب اما يعني الايات التي عن المنافقين فابتدات بعد يعني مواضع من السوره ثم سيستمر الحديث عن المنافقين في السوره في حديث طويل جدا وقبل ان ابدا بالايات التي ستكون كلها اليوم عن المنافقين قبل ان ابدا بهذه الايات احب ان انبه الى قضيه مهمه جدا الا وهي ان من موضوعات القران الاساسيه او التي اكثر الله من الحديث فيها الحديث عن المجرمين باصنافهم واهم الاصناف التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن المجرمين في القران هي اربعه اصناف الصنف الاول اهل الكتاب اليهود والنصارى الصنف الثاني المشركون الصنف الثالث المنافقون، الصنف الرابع الشياطين. هذه اربعه اصناف من المجرمين تحدث الله في كتابه كثيرا عنهم وعن احوالهم وعن شبهاتهم وعن طرائقهم وعن حتى طريقه تفكيرهم وعن طبيعه علاقتهم بالمسلمين وعن اقوالهم التي يرددونها وعن كيفيه الرد عليهم ولذلك كان الصحابة حين يتربون على القرآن يتربون أن هذا الموضوع من الموضوعات الأساسية من الدين فهو موضوع ديني ليس موضوعا كما يصنفه اليوم بعض الناس إذا جاء الحديث عن المجرمين الموجودين اليوم وعن أحوالهم وعن تاريخهم وعن شبهاتهم البعض يصنف هذا الموضوع أنه فكري أو سياسي أو يعني موضوع المثقفين بينما هو موضوع قرآني وليس موضوعا قرانيا يعني انه ورد في سوره او سورتين او ايه او ايتين وانما ورد في مواضع كثيره جدا 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 بل لو اخذنا صنفا واحدا منهم فقط من هذه الاصناف الاربعه وهم المنافقون سنجد ان الحديث عن المنافقين قد اخذ مو مواضع كثيره من كتاب الله سبحانه وتعالى واطول موضع للحديث عن المنافقين في القران هو في سوره التوبه. والفائده من ذلك هي ان نعلم أنه لا بد من أخذ الدين بشمولية بنفس موضوعات القرآن ولا يصلح أن يربى طلاب العلم أو الدعاء أو يعني عموما طلاب المحاضر التربوية وعموم المسلمين لا يصلح أن يربوا على بعض الموضوعات دون أخرى بعض الدين دون بعض لأن هذا يولد حالة يعني ناقصة في فهم الإسلام وناقصة في العمل بالإسلام وناقصة في نصرة الإسلام فلا يتم فهم الاسلام ولا العمل بالاسلام ولا نصره الاسلام هذه الثلاثه الفهم ثم العمل ثم النصره هذه الامور الثلاثه لا تتم الا اذا اخذ الدين بشموليته واهم يعني مصدر تعرف به شموليه الدين القرآن والسنه القرآن ويكفينا من السنه من حيث فهم الشموليه صحيح البخاري يعني ان تعرف كم هي الموضوعات التي في صحيح البخاري؟ صحيح البخاري يعني فيه مثل ما فيه موضوع الطهاره والصلاه والاحكام الفقهيه فيه كذلك ايش؟ الادب وفيه الحديث عن الانبياء وفيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مناقب الصحابه ها؟ وعن المحاربين وعن اخبار الاحد وعن العقيده وعن العلم وعن الايمان وعن وعن الى اخره ها الرقائق اللي هي المواعظ والجنه والنار وما الى ذلك هذا كله موجود في سنه النبي صلى الله عليه وسلم القران ايضا فيه اخبار الامم السابقه وفيه الحديث عن الجنه والنار والاخره وفيه الحديث عن الله سبحانه وتعالى وفيه الحديث عن الاحكام الشرعيه وفيه الحديث عن الاداب والسلوك وفي الحديث عن سبيل المجرمين وما يتعلق بهم الى غير ذلك من الموضوعات. فما بال كثير من الناس اليوم وكثير من المعاهد وكثير من الاكاديميات الشرعيه وكثير من الكليات الشرعيه اسست في تدريسها على بعض هذه الموضوعات دون البعض. فهذه هي الفائده الاساسيه التي يعني اريد ان اتحدث بها اليوم انه الان ونحن نسمع صفات المنافقين لابد ان نفهم انه هذا وعي يؤسس عند الصحابه تحت نافذه الوحي تحت نافذه الوحي ولذلك يعني اليوم اذا اردنا ان نقتدي بما في القران وان نقتدي بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يؤسس طلاب العلم وامثالهم ان يؤسسوا على هذه الشموليه فيكون هناك طبعا لما نقول الشموليه واذا اتينا الحديث عن سبيل المجرمين ليس بالضروره الحديث عن نفس حجج المشركين المذكوره في القران وإنما نفهم المعنى يعني بما أن الله بين لنا ما كانت عليه أحوالهم في تلك المرحلة فالمقصود أن يعي المؤمنون أحوال مثل هؤلاء المجرمين في كل مرحلة بما يناسبها. فإذا تغيرت طبيعة أقوالهم وطبيعة أعمالهم وطبيعة يعني حربهم فيجب أن يتناسب وعي المؤمنين بما يتناسب مع تطور أحوال المجرمين. واضح الفكرة؟ مع الاهتمام بطبيعه الحال بنفس ما جاء في القرآن من بيان احوالهم، فهذه قضيه ومقدمه مهمه جدا جدا، ولا يصلح يعني الحال حال الامه ونحن نتكلم عن يعني قواعد في البناء وقواعد في العطاء، لا يصلح بناء الامه الاسلاميه الا اذا كان شموليا يتناول هذه الموضوعات جميعها ولا يكتفي بموضوع دون الاخر، وبالتالي على المستوى العملي في تأسيس المناهج، تأسيس المناهج التعليميه عندك محضن تربوي، عندك تحفيظ، عندك شيء تريد ان تؤسس، احرص على ان تغطي هذه الموضوعات بمناهج وبمواد ولا تكتفي فقط يعني كثير من الناس في المعاهد الشرعيه يكتفون بموضوع الاحكام فقط. يكتفون بموضوع الاحكام او يعني يضيفون اليه مثلا عقيده او شيء او العقائد، يعني ما يدخل تحت اسم العلم الشرعي المحض. بينما موضوعات مرتبطه بسبيل المجرمين او حتى بالرقاق والتزكيه او حتى ب يعني الاخلاق والسلوك وما الى ذلك احيانا يعني لا لا يحتفى بمثل هذه المواد او لا تدرس اصلا. وهذا كله لا شك من النقص الكبير جدا. طيب هذه المقدمه ثم نبدا بالايات التي فيها الحديث عن المنافقين من حيث وقفنا عند المجلس السابق. البدايه اليوم عند قول الله سبحانه وتعالى: قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. إنكم كنتم قوما فاسقين طبعا بقي شيء أقوله أنه يا جماعة الخير الآن لما, لما نقف عند هذه الصفات صفات المنافقين يعني ممكن ترى نأخذ دروسا كثيرة جدا كثير من نأخذ كثيرا من المعاني والفوائد بداية يعني حتى نستطيع أن يعني خلينا نقول نستشعر كما ينبغي حاول أن ترجع كذا بالذاكرة والتصور إلى الحال الحال الذي كان عليه وضع هؤلاء المنافقين الذين يحكي الله عنهم الآن يعني مجموعة من المنافقين من أهل المدينة كانوا بين المسلمين وبين الصحابة ويحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه يؤم بهم ويخطب الجمعة وهم يحضرون الخطب وإذا جاء الجهاد يخافون من التخلف فيعني في إما أن يخرجوا خوفا أو رياء أو كذا أو أنهم إذا استطاعوا أن يعتذروا أو كذا يعتذرون. فأنت لازم تتخيل الحال يعني تتخيل المجتمع المدني تتخيل الوضع وفي هذه الفئة، هذه الفئة قليلة في العدد. فئة قليلة في العدد، كما قلنا بعض الناس قال كانوا نزلت فيهم آيات التوبة قرابة 39 رجلا مثلا. ها؟ والمتخلفون عموما عن غزوة تبوك من المنافقين الذين ذكرهم كعب مالك كانوا قليلا يعني يعني كل المنافقين ترى على بعضهم هذول ترى اعداد قليله ومع ذلك نزلت فيهم كل هذه الايات كل هذه الايات نزلت فيهم بالتفاصيل طبعا بالتفاصيل طبعا انا اقول ناخذ فوائد كثير من الايات لانه مثلا نفهم مثلا هل يرد عليهم ولا ما يرد عليهم؟ فهمت الفكره؟ يعني طيب كيف تعامل الله معهم؟ هل الله سبحانه وتعالى ذكر رد على شبهاتهم؟ فناخذ المنهج فهمت الفكره انه لا والله ترى المنافقين ينبغي ان يرد عليهم فهمت؟ طيب مثلا كيف يتعامل هل يمكن ان يعفى عنهم هل كذا؟ يعني ناخذ من الايات اشياء كثيره غير قضيه انه مثلا فقط صفات هؤلاء المنافقين، ثم حتى الصفات هذه ناخذ منها فائده وهي انه صفات المنافقين هذه هي صفات مستحكمه قابله للتكرار في الازمنه. يعني هذه الصفات متعلقه بقلوب المنافقين. فقلوب المنافقين في ذلك الزمن وفي هذا الزمن واحدة الفرق أنه يعني بحسب أدوات العصر بحسب يعني موضوعات الحرب بين بينه وبين المؤمنين تتغير الأقوال بس ترى نفس الفكرة ها؟ ومما يؤيد أنه إن هم نفس المنهج ونفس الطريقة أن الله سبحانه وتعالى في خضم أو, في في أو خلال آيات المنافقين ذكر أنهم فعلوا كما فعل الذين من قبلهم في الأمم السابقة معناه إيش معناه انه هي الحال واحده لانه في نفس ايات المنافقين في هذه الايات في هذا الموضع اللي عندنا اليوم ان شاء الله قال فيه الله سبحانه وتعالى وَخُضْتُمْ كالذي خاضوا ها هذه اصلا جاءت بعد ايش؟ ليقولن انما كنا نخوض ونلعب ثم يقول الله وَخُضْتُمْ كالذي خاضوا يعني هذه الامم السابقه خاضوا كما خضتم انتم خضتم كما خاضوا ها وبالتالي ترى هي قضيه مستمره ليست متعلقه بالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن قد تتغير الاقوال الاقوال اللفظيه يعني بحسب بحسب موضوع الصراع بحسب موضوع الواقع بحسب والا من حيث الاصل لا. طيب آه. الايه الاولى كما قلت قول الله سبحانه وتعالى قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. احنا طبعا عندنا مساله مهمه تنتج من هذه الايه ومن غيرها. هل هؤلاء المنافقون الذين نزلت فيهم هذه الآيات هل كان عندهم شيء من الإيمان ومن الإسلام الصحيح ولو كان ضعيفا أو لا هذه نقطة مهمة ليش أنا ذكرت عند هذه الآية مع أنه ما في شيء قد يدل, يدل عليها يعني ابن عاشور في هذه الآية قال وربما يكون هذا القول من الله أنه لا يتقبل منكم ها لما في قلوبهم من الشك بإمكان القبول مبني على الشك بإمكان صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهمت الفكرة؟ إنه هم والله يمكن يكون صادق يمكن يكون لا ما نعرف بالضبط كويس فهمت؟ فيعني قد تتقبل منا هذه النفقات يمكن تنفعنا ها؟ فإنه تأتي لا يتقبل منكم إيه؟ طبعا الشك من صفات المنافقين والشك من صفات المنافقين الشك والريب والمنافقون أصلا درجات ووجود النفاق لا يستلزم انتفاء كل شعب الإيمان إلا النفاق الأكبر التام الذي هو استبطان الكفر الصريح وعدم التصديق الصريح هذا شيء ثاني هذا ما يجتمع معه الإيمان لكن قد يجتمع في الإنسان شعب إيمان وشعب نفاق قد يجتمع في الإنسان شعب إيمان وشعب نفاق ولذلك تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وفي نفس الوقت يكون مؤمنا أه؟ وقد لو ما تدخل الجنة لكن يكون فيه خصلة من خصال المنافقين فهذه قضية مهمة يعني تعين على حتى التصور والتعامل مع الناس انه قد قد يوجد في الانسان شيء من صفات المنافقين ولا يكون منافقا. أو قد يكون منافقا ولكن معه إيمان. بخلاف من كان كافرا بالله ورسوله. على أي حال هؤلاء المنافقون هؤلاء المنافقون الذي نزلت فيهم الآيات لا شك أن فيهم من كان كافرا. فيهم من كان كافرا يعني هو أصلا لا يؤمن بالله ولا بالرسول. وفيهم من كان عنده إيمان ولو كان ضعيفا. ومن كان عنده إسلام ولو كان ضعيفا. ولذلك اختلفوا, اختلفوا اختلف العلماء في قول الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إيش؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وأيضاً في نفس السورة في سورة التوبة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر إيش؟ وكفروا بعد إسلامهم. فهنا أثبت الله لهم إسلاماً وأثبت لهم إيماناً. فهل طبعا اختلف بعض المفسرين قال لك هذا معناه انهم اظهروا الكفر كفر بعد ايمانهم يعني اظهروا كفرهم بعد ان كانوا وهذا فيه مدخل وفيه اشكال وفيه كلام كثير يعني لكن القصد انه ترى ان المنافقين اصنافا وان هذه الصفات التي تقراها عن المنافقين لا تعني انها لا تصدر الا من ممن يستبطن في قلبه الكفر لا قد يصدر من بعض من عنده ايمان ضعيف ها او عنده اسلام اساس الاسلام قد يخرج منه مثل هذا النفاق ها وقد يكفر بسببه بمعنى هو عنده اساس ايمان لكن يتخذ من افعال النفاق ما يكون ناقضا لاسلامه يعني احنا ما نقول كل صفات المنافقين يمكن ان تكون موجوده مع ايمان وتستمر لا يمكن أن يكون هناك أساس إيمان وصفات نفاق إلى أن تأتي صفة من صفات المنافقين تنقض الإيمان ولو ظن صاحبها أنه مؤمن أو لا يزال مسلم ابن تيمية لكن المصدر ليس عندي هنا له كلام في لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ويقول طبعا إيمان إيمان كان عندهم إيمان طيب ولكن يقول هم كانوا يعلمون ان ما فعلوه حراما ان ما فعلوه من الحرام وليس كفرا لم يكونوا يعلمون ان ما فعلوه من الاستهزاء كفر وكانوا يعلمون انه حرام فكفرهم الله بذلك وان لم يقصدوا الكفر وانما قصدوا فعل الحرام الذي هو كفر عند الله فهم علموا ما يعلمون انه ممنوع وان لم يكونوا يعلمون انه كفر واضح الفكره فلذلك يعني الكلام في هذه المساله ايضا يعني يعني الكلام عن المنافقين عارف له منازع في منزع في الحديث اللي هو تحت عنوان الاسماء والاحكام والكفر والايمان ومن الذي يكفر والتكفير بقضيه النفاق او عدمه وطبعا هذه باب منزع منزع اخر وهو الموقف من المنافقين هذا باب ايضا ومذكور في القران اللي هو يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم والعلماء اختلفوا ما المقصود بالجهاد هل هو الجهاد باللسان ام الجهاد باليد بعضهم قال هذه الايه مقصود فيها اللسان فقط يعني جاهد المنافقين باللسان وبكشف شبهاتهم وبالكذا آخره وبعضهم قال لا الجهاد حتى يكون باليد ايضا وبعضهم قال المقصود بالجهاد باليد هنا في المنافقين هو ما يتعلق باقامه الحدود عليهم اذا صدر منهم ما يثبت به الحد فالحين هذا باب ثاني في التعامل مع المنافقين اللي هو ايش؟ باب الموقف منهم، الباب الاول ايش؟ هو ما يتعلق بالموقف من ايمانهم والايمان والكفر اللي هو باب الاسماء والاحكام، والثاني ما يتعلق ب الموقف منهم من حيث جهادهم من حيث جهادهم او قتالهم او الرد عليهم او الى اخره او الصفح عنهم بحسب يعني اقصد ايش ايش الموقف الشرعي هذا الان الباب الثاني الباب الثالث او المنزع الثالث هو معرفه صفاتهم واحوالهم والهدف الاساسي منها هو امران الهدف الاساسي منها امران الامر الاول الوعي باحوال المنافقين في كل زمان بحيث ما يغتر الانسان بهم ثاني عدم الاقتداء بافعال المنافقين والاجتناب لهذه الافعال يعني قد يجتنب الانسان الفعل لانه يعلم انه من افعال المنافقين واضح الفكره مثلا حين يسمع الإنسان قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ها؟ يحاول أن يصحح في نفسه مثلا يراؤون الناس يصحح في نفسه قضية الرياء ولا يذكرون الله إلا قليلا يذكر الله كثيرا حتى لا يشابههم في أحوالهم واضح؟ هذا الآن هدف من معرفة أحوال المنافقين شاهد أنه إيش؟ هذا باب شرعي صح ولا لا؟ صار باب عظيم صح؟ باب كبير فيه فوائد طيب لماذا لا لماذا لا يكون من اساس الدرس الشرعي؟ لماذا لا يكون من اساس الدرس الشرعي؟ انا ما اتكلم عن مجرد انه يكون في العقيده ها فقط تعريف المنافقين واقسام النفاق الاصغر الاكبر وانتهينا. ها احيانا يذكر تعرفوا في التسميات اللي لا وانما يجب ان يذكر ها يعني يكون هناك علاقه بالايات المرتبطه بالنفاق والمنافقين. احنا طيب كل ما نجي نبدا بالايه نرجع نتذكر مساله تاصيليه متعلقه بالنفاق والمنافقين. لكن اظن هذه المقدمات اظنها مهمه في في فهم القضيه ولا يعني ربما لا يزال هناك اشياء في الموقف من المنافقين، طبعا كذلك من الاشياء اللي هي تحرير موقف النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي من المنافقين، لان العلماء اختلفوا ايش اللي وفيها تفاصيل فيها روايات وفيها اشياء تحتاج الى تحرير انه هل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عفى عنهم؟ هل غير انه كان يعني لا يقيم الحد الا ببينه هذا اكيد لكن في بعض المواقف ليش؟ لانه مثلا نزل في سوره الاحزاب "لئن لم إلا ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا" طيب هل هل صار ذلك او حصل ذلك او لم يحصل؟ كثير من المفسرين يقول لك هم خافوا بعد هذه الآيه فأظهروا الإيمان وكفوا عن بعض الأحوال مثلا، فهمت الفكره؟ فيعني في تحرير موقف الذي الل حصل لهم في زمن النبوه وهل كانت مراحل؟ بمعنى انه في مرحله كان التعامل فيها مع المنافقين بطريقه ثم جاء التعامل مع المنافقين بطريقه اخرى يعني بحسب الأحوال التي كانت في الزمن هذا أيضا موقع وموضوع يحتاج إلى فقه في الدين وفقه في أحوال السيرة وفقه في الآيات القرآنية وترتيب نزولها ومراحل نزولها وما إلى ذلك هذه كل موضوعات واسعة في التحرير مسألة النفاق والمنافقين هذا ونحن لم ندخل إلى صفاتهم بعد نحن نتكلم الآن فقط عن بعض المواقف المتعلقة بهذا الجانب طيب بالنسبة لي بالنسبة لي الآيات قال الله سبحانه وتعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون لما تقرأ آيات المنافقين في القرآن ستجد ان هناك ارتباطا واضحا بين المنافقين وبين الاموال في ارتباط واضح مالي في علاقه ماليه واضحه بين المنافقين وبين ال او علاقه واضحه بين المنافقين وبين الاموال عموما في يعني يتكرر ذكر المال والعلاقه بالمال في آيات المنافقين ويتكرر ذكر الجبن والخوف في آيات المنافقين ولذلك من اعظم صفات المنافقين واخطرها الجبن والبخل. الجبن والبخل. ولذلك يا جماعه الخير لا يستغرب واسمعوا هذا الكلام. لا يستغرب ممن كان جبانا بخيلا ان يكون منافقا. لا يستغرب ممن كان جبانا بخيلا ان يكون منافقا. ولا ولا يستغرب منه طبعا ان يكون منافقا اقصد انه هو ان يذهب الى النفاق ان يعني اقصد انه معرض للنفاق. لا يستغرب ممن يكون جبانا منافقا ان يكون منافقا ان يصبح منافقا او ان يكون على شعب من النفاق في حاله. وبناء على ذلك فان من اعظم ما ينبغي ان يعتني به المؤمن في نفسه هو ان يكون كريما سخيا من جهه وان يكون شجاعا من جهه اخرى. فسبحان الله من اعظم ما يطرد النفاق هو ال... 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 الكرم والانفاق ها والسخاء من جهه والشجاعه والاقدام وقول الحق من جهه اخرى. ومن يتأمل في ايات الكتاب العزيز سيجد ان ان المنافقين يوصفون بقضية البخل ويوصفون بقضية الجبن جيد ومع ذلك. ومع ذلك قد ينفقون قد ينفقون وهذا الإنفاق أحيانا يكون بسبب المداراة المداراة يدارون أحوال يدارون المؤمنين يعني الآن أنت عايش في مجتمع مسلم مجتمع المسلم هذا في شيء اسمه الزكاة الزكاة هذه تؤخذ من الناس جيد يعني في مكان تجمع فيه الزكاة جيد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء <applause> طيب معناه انه ستطلب منك منك الزكاة معناه انك ستنفق ها قل انفقوا طوعا او كرها سواء كان على سبيل انك انت تريد ان تنفق ها ايا كان تحقق مصلحة او شيء او مثل ما ذكرنا قبل قليل انه لعلها تنفعني ها أو كرها على سبيل الإلزام والشدة لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون لاحظ حتى لو أنفقوا طوعا يعني على سبيل الاختيار أو كرها على سبيل الإلزام فهو كاره على كل الأحوال هو ما يحب ينفق أصلا. ها؟ فلو أنفق اختيارا فاختيارا يعني على كره. على كره. طيب. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذه الآية فيها بيان واضح أن شرط قبول الأعمال هو الإيمان بالله وبرسوله. ولا يكفي الإيمان بالله فقط وإنما الإيمان برسوله. وبناء على ذلك من يقول اليهود النصارى من كان يوحد الله، من كان يؤمن بالله ويعمل صالحا ولكن بدون ما يؤمن بالرسول ها؟ فهذا لا يقبل منه عمل. كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الحين ليش يأتون طيب هم الصلاة؟ وليش؟ يعني ليش هذه القصة كلها بالنسبة للمنافقين؟ هذه القصة كلها بالنسبة للمنافقين لأن المجتمع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا قائما على الدين وكان مجتمعا قائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان يستنكر يعني المجتمع بشكل عام كان يستنكر حالة الغياب عن المشاهد الإيمانية وهذا بطبيعة الحال يختلف عن المجتمعات التي نعيشها اليوم ولذلك المجتمعات التي نعيش فيها اليوم تسهل إظهار النفاق سهل إظهار النفاق بينما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يصعب إظهار النفاق يستثيرون به موجودون يتكلمون يلمزون يعرف يعني يكيدون لكن هذا الإظهار مصيبة عظيمة جدا ولا شك أن ظهور الشر وظهور النفاق وظهور الطعن في الدين وظهور الكفر هو أسوأ بكثير من وجوده مستترا أسوأ بكثير من وجوده مستترا ولذلك من بركات إقامة الدين وأن يحكم بالإسلام في الأرض وأن تعلو كلمة الإسلام من بركات ذلك أن يستتر أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الإجرام وأهل الطعن في الدين فتكون يعني مجتمعاتهم خلفية وأما إذا صار الحال ما فيه قمع لمثل هؤلاء فيظهرون يطفون على السطح مثل ما نراه اليوم في كثير من المنابر الإعلامية يعني نفاق يقينا كان يستحي منه عبد الله بن أبي بن سلول يستحي منه ليس في ذات الأقوال هو ما يستحي من ذات الأقوال لكن يستحي أن يظهر مثل هذا يعني يداري وكذا ويخاف ويستتر وكذا. اما اليوم لا تجد انه كثير من الاقوال في الطعن في الاسلام والتشكيك وكذا امر عجيب جدا. طيب قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم هذا اللفظ او هذا المعنى خلينا نقول متكرر في القران فيما يتعلق بالمنافقين صح؟ في اي سوره في اي ايه؟ ها؟ نعم في في نفس السوره موجود ايه اخرى وغيرها في سوره المنافقون ايش في؟ إيه واذا رايتم تعجبك اجسامهم فيها انه ترى في ظواهرهم ايش؟ انه في ظواهرهم ترى في شيء براق في شيء يدعو الى الإعجاب الفطري خلينا نقول اللي هو انه ترى فيه في صورة ظاهرة يعني تامة النعمة الدنيوية ها لكن من حيث التكليف الشرعي يقول الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وهذا طبعاً أمر للأمة المحمدية وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود الأمة أيضاً فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وهذا يا جماعه ترى يعني فيه خلاف لبعض ما يطرحه بعض الدعاه في هذا الزمن انه البعض يطرح العكس انه اذا كنت مؤمنا فستكون حاله الاموال والاولاد والكذا والاستقرار وها بدون بينما لا هنا تبين بالعكس انه ترى ان ان من سمات المنافقين ترى ها انه ترى في تمام في النعمه الدنيويه وانه التكليف فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. ها؟ فهذا امر يعني ينبغي انه لانه ترى الطرح هذا الطرح الاخر هذا خطير، الطرح العصري خطير جدا. واحيانا ترى عند المصائب يسبب الحادا للبعض. يعني البعض يقول انه يا اخي انا صليت وصمت وعندي مصائب كثير وبلاوي كثير. وهذا فلان الفاجر اللي اعرفه انه ما ترك ذنب الا ارتكبه، شوف يا اخي حياته ماشيه كويس. هذا الان طرح يطرح ها وهذا كما قلت من اسبابه هو التاصيل الخاطئ لفكره الابتلاء والدنيا ذكروا كان عندي مقطع عنوان فهم خاطئ لحسن الظن بالله وانا قلت للشباب سابقا هذا اكثر مقطع صار عليه جدل عندي في الهام يعني او يعني تعليقات متناقضه في ناس متاثرين بهذا الطرح ما هو عاجبهم فكره انك تقول انك تكون مؤمن وابتلاءات وصعوبه في الحياه وما ما يتعجب ما ما هو داخل في راسهم من من طبيعه التلقي الذي تلقوه لكن احنا نقول الاساس في في ثواب المؤمن الدنيوي ترى ممكن يثاب المؤمن في شيء دنيوي مادي ممكن مؤ مؤ ليس ليست هذه الفكره خطا بل اصل في القران ولكن يعني ايضا من اهم ما يمكن ان يثاب به المؤمن هو ما يتعلق بالنفس والقلب الطمأنينة، السكينة، الرضا، ها؟ وفي نفس الوقت يجب الجمع بين ما يمكن أن يثاب عليه المؤمن في الدنيا وبين قضية الابتلاء، وإنه الابتلاء هذا سيحصل كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من ولنبلونكم بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا. عجيب. يعني الان الظاهر انه هو شيء يجذب الاعجاب والانتباه. ها؟ انه لهم اموال واولاد وحاله من الاستقرار والرغد المعيشي. لكن يريد الله ليعذبهم بها في الحياه في الحياه الدنيا. وهذا العذاب في الحياه الدنيا يعني له وجهان أو بابان. الباب الأول هو ما يتعلق بالإلزام لهؤلاء المنافقين بأن يخرجوا من هذه الأموال أشياء لا يريدون إخراجها فيما يتعلق بالزكاة الواجبة وما إلى ذلك. وهم أصلاً ما كانوا منافقين إلا أنهم في المجتمع المسلم والمجتمع المسلم فيه واجبات معينة وهم عليهم واجبات معينة في هذه الأموال هذه عذاب عليهم إنه يخرج الزكاة وإنه مدري إيش وإنه ها هذه هذه عذاب عليهم. هذه واحده هذا الباب الاول، الباب الثاني هو ما يتعلق بالعذاب النفسي المتعلق بطبيعه التعلق بالدنيا. انه نظرا لكونهم يتعلقون تعلقا شديدا باموالهم واولادهم ويحرصون حرصا شديدا على تحصيلها وحمايتها فيعذبون بها. وكل من تعلق هذا التعلق بشيء مادي يعذب به يعذبون بها إذا نقصت شوية ما أدري شو يصير فيه في أحوال وكذا وكانوا نهاية الدنيا ليش نهاية الدنيا لأنه ما عنده إلا هذه هو لا يؤمن بالله ورسوله هو ما عنده إلا هذه الأموال أو ولذلك هنا يفهم أن المؤمنين إذا كانت عندهم أموال وأولاد فإن طبيعة تعلقهم وطبيعة ارتباطهم بها هي ليس ليس ارتباطا كارتباط احوال المنافقين الذي هو الحرص الشديد والتام بكل لا وانما هناك طبعا محبه فطريه جعلها الله في النفوس ولكنها ليست كتعلق احوال المنافقين بمكتسباتهم الماديه والتي يعذبون بسببها في الدنيا. طيب انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا والمصيبه العظمى اين؟ وتزهق انفسهم وهم كافرون، هذه المصيبه. فتنتهي حياتهم الدنيا على تلف انفسهم وذهابها وخروجها بشده وهم كافرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى الان هذه يعني من الايات السابقه يمكن ان تفهم صفه البخل والتعلق الشديد بالدنيا صح؟ خاصه ولا ينفقون الا وهم كارهون. ها؟ قل لهم كارهون، هذه يعني لشح انفسهم. الان ستاتي صفه الجبن. احنا قلنا من اهم الصفات في المنافقين البخل والجبن. ستاتي الان صفه الجبن، قال الله سبحانه وتعالى: ويحلفون بالله انهم لمنكم. شوف ويحلفون بالله هذه يمكن اكثر صفه تكررت عن المنافقين في القران. اظنها والله اعلم بدون استقراء الان يعني كن ظنا اوليا انه اكثر صفه ذكرت عن المنافقين هو كثره حلفهم بالله سبحانه وتعالى او انهم يحلفون بالله كذبا. وانت تعرف انه اصعب شيء على المؤمن ان يحلف بالله كذبا. حتى اذا كان صادق يعني عارف الانسان يعني ما يستعمل الحلف بالله الا في اضيق الاحوال. هذا اللي هو اصعب شيء على المؤمن هو اسهل شيء على المنافق. اسهل شيء على المنافق ان يحلف بالله كاذبا. ولا شك انه هذا التكرار هذا ايضا يزيد من وعي المؤمنين انه ترى يعني لا تصدقوا كل من يحلف بالله ترى في منافقين في وبعدين المنافقون يتفننون في الالفاظ ومن الناس من يعجبك قوله شف... يعجبك قوله ايضا في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هذا يعني اعلى شيء وايضا يحلفون وفي سوره التوبه تحديدا تكررت يحلفون سيحلفون كثيرا ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يفرقون يخافون أه؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لو يجدون ملجأ أي مكان يلجأ إليه قلعة حصن شيء أو مغارات في الجبال أو مدخلا ومنها موضوع الأنفاق وما يتعلق بها مما يعني يدخل إليه وي لو وجدوا هذه الاشياء فمنعتهم عن ان يخرجوا معكم الى الجهاد او كذا لفعلوا لولوا اليه وهم يجمحون يعني يذهبون بسرعه لماذا؟ ايش السبب؟ يفرقون خائفين خوافين فهذه ايضا من صفات المنافقين الواضحه ولذلك يكثر معرفه المنافقين وكشف احوال المنافقين عند الجهاد في سبيل الله يكثر معرفه او تكثر معرفه احوال المنافقين وكشف احوال المنافقين عند الجهاد في سبيل الله لماذا لانه في هذا في ملامسه لقضيه الجبن هذه طيب ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون ومنهم من يلمزك في الصدقات والسبب ليس هو انه عندهم وجهه نظر معينه متعلقه بتقسيم العادل من غير العادل لا اكمل الايه فان اعطوا منها رضوا ونسوا كل انواع المطاعن التي كانوا يقدمونها هو المعيار انهم يرون إن انفسهم دائما مستحقين للاخذ. دائما يرون انفسهم مستحقين للاخذ. جيد؟ ولذلك كما قلنا احنا من فوائد ذكر صفات المنافقين عدم التشبه بهم. انه لا يكون الانسان دائما ها ينتظر ان يعطى وينتظر ان ياخذ وينتظر انه وقد يكون في المقتضى الشرعي الذي يعني يعلم من الشريعه انه ليس له نصيب في مثل هذه الاحوال. فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. لو أنهم فعلوا ذلك. ها؟ أه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. لاحظ هنا لما قال الحسب جعلها لله وحده. ولما قال ايضا راغبون جعلها الى الله وحده. ها؟ ولاحظ انه يعني ترى المؤمن دائما حتى فيما يتعلق بالاخذ والاعطاء والنصيب وما الى ذلك دائما يتعلق بالله. وهذا بالمناسبه ترى قد يؤخذ منه في الامور المعنويه غير الماديه كذلك. يعني مثلا قد تكون في سياق معين سياق حتى حتى لو سياق عمل حتى لو سياق عمل دنيوي معين أو سياق دعوي أو إصلاحي يعني كل ما يتعلق بشيء فيه جماعة من الناس وفيه مراتب ترقيات واستحقاقات وما إلى ذلك دائما يعني حاول تتذكر هذه الآية إنه, أنه ترى التعلق بالله وحده فيما يتعلق بهذه القضية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون انه الذي يرغب اليه في مثل هذه الاستحقاقات والتطلبات انما هو الله سبحانه وتعالى وحده. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. يعني قبل ان نذكر هذه الاصناف انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اعطائه ما اعطى من النفقات التي تلمزونه بسببها انه فعل ما اوصى الله به في توزيع الاموال. ها ولذلك لما ذكر الله هذه الاصناف ايش قال في نهايتها؟ قال في نهايتها فريضه من الله فانتم تلمزون رسول الله في تقسيمه الاموال وهو انما يقسمها على ما فرض الله وقسمه حدده تحديدا واضحا وهذا التعيين للاموال او للاصناف عفوا التي تستحق الزكاه يدل على اهميه الموضوع عند الله سبحانه وتعالى موضوع الاموال يا جماعه الخير والاموال الزكوات الزكاه واموال الصدقات واين مصارفها هذه اشياء محدده هذه اشياء محدده ما فيها اجتهادات يعني بلا بلا دليل طبعا احنا نقول بلا دليل لانه مثلا البعض يقيس على هذه الاصناف الثمانيه شيء مو يقيس يدخل في الاسم العام بعض الصور الاخرى لكن في الاساس لا يعني مثلا اليتامى ما يستحقون الزكاه لكن قد ينفق عليهم من اموال صدقات الا اذا كانوا ايش؟ فقراء او مساكين لكن ليس باسم اليتم فقط ها بينما لو كانوا فقراء او مساكين فيستحقون الزكاه باسم الفقر او المسكنه لا باسم اليتم بينما تاتي ايات اخرى فيها اسم اليتامى ها اما في الزكاه المفروضه هذه الزكاه الصدقات المقصود فيها الزكاه المفروضه والا فالصدقات العامه بابها مفتوح اما الصدقات المقصودة بالاية فهي الزكاة المفروضة تحديدا. أه بين الله سبحانه وتعالى هذه الاصناف وهذا التبيين من الله سبحانه وتعالى يدل على اهمية الحرص في اموال الزكاة. وان تكون محددة وان تصل الى مستحقيها. وهذه قضية خطيرة جدا يا جماعة الخير والكلام فيها ربما تكرر في بعض الدروس ومنها خير القرون لما تكلمت عن القضية المالية والحساسيه فيها وكذلك في السير النبويه للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الاصناف الثمانيه تنقسم الى قسمين. منهم يعني القسم الاول من يعطى من الزكاه لسد حاجته. والقسم الثاني من يعطى من الزكاه لسد حاجه الاسلام. يعني لا لانه محتاج في ذاته وانما لما يقوم به من العمل، يعني لاجل العمل لا لاجل الشخص. فالفقراء والمساكين يعطون لاحتياجهم الشخصي. ها؟ بينما العاملون عليها والمؤلفه قلوبهم. ها؟ المؤلفه قلوبهم اصلا ترك يعني هم مظنة انه يكونوا اصحاب اموال يعطون لا لحاجتهم وانما يعطون لحاجة الاسلام او لمصلحة الاسلام وكذلك وفي سبيل الله اللي هو في الجهاد تحديدا وهذه في سبيل الله طبعا بعض العلماء قال انه يدخل فيها الحج وكثير من العلماء يرفض ذلك ولكن الاصل انه كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وبعض الفقهاء يدخل فيها ما يتعلق بالمصالح الدعوية وما إلى ذلك وإدخال هذا من باب, باب اجتهاد يعني لكن الأساء يعني باب أقصد سببه الاجتهاد وإلا في الأساس هي نازلة في قضية الجهاد تحديدا الفقراء والمساكين اختلف العلماء في التفريق بينهما وفي خلاف كثير ومعروف يراجع في كتب الفقه في باب الزكاة في أصناف الزكاة أصناف أو المستحقين للزكاة. ويراجع أيضا في كتب التفسير في أحكام القرآن. يعني أقوال متعددة وكثيرة. منهم من جعلها متعلقة بالمسألة دون دون المسألة يعني إنه الفقير هو الذي لا يسأل يحتاج محتاج ولكنه لا يسأل والمسكين هو الذي يحتاج ها ويسأل من باب إنه المسكنة هي الذلة والسؤال فيه ذلة ها وبعضهم جعلها في حد الكفايه وان الفقير هو الاقل كفايه بينما المسكين اعلى كفايه وكلاهما يعني في حاله الاحتياج وهناك اقوال اخرى مشهوره عند العلماء وعند المفسرين تراجع يعني، لكن الشاهد انه هي للحاجه التي الناتجه عن نقص الكفايه، نقص الكفايه. والعاملين عليها القائمين على مصارف الزكاة وإيصال الزكاة وجمع الزكاة وتوزيع الزكاة وما إلى ذلك وهذا هذا المصرف هو مصرف يعني أيضا له أحكامه وينبغي برأيي في هذا الزمن مراجعة يعني أحكام هذا المصرف لأنه حصل توسع فيها في بعض التطبيقات في المؤسسات بعض المؤسسات فيحتاج الإنسان يعني شيء من المراجعة لتفاصيل العاملين عليها وكذلك اشياء من الوراء والمؤلف قلوبهم بعض بعض الناس قالوا انه هذا السهم او ان هذا المصرف انتهى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغى هذا السهم او الغى هذا المصرف والصحيح انه مستمر متى ما وجدت الحاجه اليه والمؤلف قلوبهم قد يكونون كفارا وقد يكونون مسلمين فقد يعطى الكافر من اموال الزكاه يعطى الكافر من اموال الزكاه اذا رجي اسلامه تحبيبا له في الاسلام وقد يعطى المسلم ضعيف الاسلام من من الزكاه خاصه يعني رؤساء الناس الوجهاء الكبار الذين يعني يرجى من حسن اسلامهم نفعا او نفع للاسلام والمسلمين قد يعطون من هذه تأليفا لقلوبهم ولا شك أن هذه منقصة في حق الآخذ وهي تمام في حق من لا يحتاج إلى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان يعطي بعض الناس كذا فقال إني لأعطي لا أناسا ها؟ وغير أو أعطي أقواما أو يعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم يعني يقول لو ما اعطيته هذا ترى يعني ممكن يكفر و... ومن جهة أخرى قال وإني أدع أقواما لما جعله الله في قلوبهم من الإيمان ها؟ وفي البخاري قال منهم عمرو بن تغلب هذه كانت مدحة لشخص بعينه إنه ما, ما أعطيه لما في قلبه من الإيمان وحقيقة يعني هنا فائدة هذا الآن كحكم شرعي بس هناك فائدة منهجية إصلاحية أيا كان. وهي في أهمية تأليف قلوب الناس على الإسلام. يعني الآن إذا كانت مصارف الزكاة التي هي محددة ومهمة وبينها الله بنفسه ومأخوذة في الفرض اللي هو الركن ركن من أركان الإسلام ها؟ ومحددة تماما الفقراء المساكين العاملين عليها كذا وجعل واحد من هؤلاء المؤلفه قلوبهم مع كونهم لم يعطون لم يعطوا الا لضعف ايمانهم والا ل يعني اقصد لم يعطوا الا وفيهم من سمه ضعف الايمان ما فيهم هذا معناه ايش؟ هذا معناه اهميه تاليف القلوب على الاسلام اهميه تاليف قلوب الناس على الدين ممكن يجي واحد يقول الحق واضح وبين ومن امن امن ومن كفر كفر واللي ما بيكفر واللي ما والذي لا يريد الايمان الحمد لله ابواب جهنم واسعه ها وجهنم يعني تحتمله هو وامثاله ها شوف هذا ما هو على كيفك الله سبحانه وتعالى يخصص لهم ها يعني مصرفا خاصا في الزكاه حتى يقتربوا حتى يقتربوا فيعني هذا الموضوع مهم جدا ويفهم منه كما يقال روح الاسلام يعني ها يعني قضيه مهمه جدا تفهم من هذا هذا المعنى تخيل يصرف من الزكاه لكفار غير محتاجين ماليا فقط لتاليف قلوبهم على الاسلام وهذا يؤخذ منه كذلك قضيه المصالح الدعويه والمصالح الاصلاحيه وسياسه الناس ها وانه ترى يعني بعض الناس قد يساسون بالمال لما يرجى منهم بعد ذلك ان يسوسهم الايمان لكن هذه من المعرفة بالنفوس كذلك يأخذها الإنسان من علم الله سبحانه وتعالى الذي بينه أو بينه في هذا الحكم أنه ترى النفوس تحتاج إلى مسايسة معينة وتعرف الصحابة بعض الصحابة ذكروا صفوان بن أمية قال والله لقد يعني لما قال قال كان أبغض الناس إلي فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي وهكذا يعني فتأتي هذه هذه القضيه كسياسه مهمه في تأليف القلوب او حتى في صرف الشر عن عن الاسلام وتليين القلب تجاه الدين والاسلام بحيث ان يعني هذا كله طبعا من جهه فيه اهميه تاليف القلوب ومن جهه اخرى فيه اهميه المسايسه في مصلحه الاسلام. اهميه المسايسه في مصلحه الاسلام، طبعا في ناس وفي بعض الفئات من المسلمين هذه القضيه ما هي داخله في القاموس عندهم في الراس عارف عنده يعني اقتل احرق ها اقطع هكذا العن سب اشتم احيانا حتى ما دون ذلك احيانا الناس من المسلمين الجهله مسلمين هم عندهم اسلام صحيح لكن عندهم جهل قد يقعون في بعض البدع او بعض الاشكالات فتيجي تبين لهم بهدوء او تبين لهم بالحجه والبرهان ايها المداهن المدجن الذي تفعل مدري ايش ها هؤلاء المبتدع الفساق الكذا كذا كذا هذا الذي هذا الذي يتكلم بهذه الطريقه هو ما يعرف روح الاسلام وما يفهم عن الله سبحانه وتعالى ما الذي شرع وما الذي قدر وما الذي فرض وكما قلت فقط من كلمه المؤلف قلوبهم هذه ترى تؤخذ اشياء واشياء واشياء في فقه مسايسه الناس وفي اهميه تاليف القلوب وفي مصلحه العنايه العنايه بمصلحه الاسلام ولو استعملت فيها اموال الزكوات ولو ولو الى اخره من القضايا المهمه جدا. وفي الرقاب الاساس طبعا في الرقاب هنا هم المكاتبون اي العبيد او المملوكين الذين يسعون في فكاك رقبتهم بالاموال. وهذا كان موجودا على مر ازمنه الاسلام في ازمنه الرقيق هذا يسمى المكاتب مكاتب هو الذي يسعى في اعتاق رقبته عبر مال يدفعه الى سيده هؤلاء تحديدا لهم في الزكاه نصيب وقد اختلف العلماء بعضهم قال يعني يجب ان يكون هناك يعني قبول لهذه المكاتبه وجوبا لانه في سوره النور ايش؟ ايش في سوره النور؟ آه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا آه. بعضهم حمل هذه بعض حمل هذه على الوجوب وقيل ان عمر رضي الله عنه ضرب بعض الصحابه في مملوك طلب منه المكاتبه ولم يقبل فعاقبه على ذلك فالشاهد فشاهد انه هؤلاء وهذا طبعا لا شك انه يبين كما يقال تشوف الشارع لي عتق الرقاب الرقاب لانه جعل لهم نصيبا في الزكاه بهذا الاعتبار والغارمين طبعا وفي الرقاب هذه بعض العلماء او يعني طوائف من العلماء والفقهاء ادخلوا فيها الاسرى ادخلوا فيها الاسرى اسرى المسلمين عند الكفار انهم يعتقون من الاسر باموال الزكاه مثل ما يعتق المكاتب من اموال الزكاه كذلك هذا يعني قول للعلماء وان كان اساس النص وفي الرقاب المقصود به المكاتب والغارمين من تحمل دينا ولا يستطيع يعني او عنده حاجه في اداء هذا الدين وخاصه اذا كان تحمل هذا الدين هو لمصلحه الغير خاصه يعني هذه زياده هناك من يتحمل من الديون لاصلاح ذات البين مثلا وهكذا وابن السبيل وهو المنتقل من بلد الى اخر لا يكون عند عند امواله عند اهله عند في فيحتاج يقع منه حاجه ولو كان في بلده غنيا فريضه من الله والله عليم حكيم هذا التحديد والتعيين ومن عند الله سبحانه وتعالى طبعا هذا الان فيه رد على المنافقين الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ في الصدقات وهذا ايضا كما قلت يعني قد يفهم منه قضيه في الرد من عدمه انه ترى قد يرد على المنافقين، قد يكون هناك احتياج للرد على المنافقين، وهنا الرد كان ردا يعني مبينا بالحجه والبرهان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن. هذه الايه يعني عجيبه في بيان اذى المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذه الآية أن المنافقين إذا كانوا لم يتورعوا عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى وأخس صور الأذى فمعنى ذلك أنهم لن يتورعوا عن أذى المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك لا ينبغي على المصلح على من هو يعني في يعني تبليغ دين الله في وراثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء لا ينبغي عليه أن يستغرب أو أن يستنكر وجود من يقذع القول فيه ويفحش القول فيه ويتهمه بما ليس فيه لأنهم لم يتورعوا عن عمل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنت ليه يتورع عنك وهذا كما قلت فيه فهم أحوال الناس أصلا وفيه فهم أحوال المنافقين هذا وعي وعي بالواقع طبعا هذه العبارة عبارة يعني استعملوا فيها الخسة المقصود بأذن يقولون هو أذن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق كل شيء يسمعه ما, ما يميز بين الأشياء الصحيحة والخاطئة فهذه لها طبعا طرفان طرف الأول أنه هو أذن يعني اي احد يقول له شيء عننا احنا المنافقين ها يصدق. فيعني ياخذنا بما ياخذنا بما لا بما ليس فينا. او من الجهه الثانيه انه ويقولون هو اذن يعني انه عادي خلينا احنا براحتنا. بعدين نجي نعتذر عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق اي شيء. يعني يصدق اعتذارنا أو يصدق كلامنا ويصدق شوف شوف الخسه والدناءة في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا المهم هنا أن نفقه أن الله سبحانه وتعالى حكى هذا القول ورد على هذا القول وأمر بالرد على هذا القول لأنه قال قل قل أذن خير لكم أي أن استماع النبي صلى الله عليه وسلم ترى هو في الأخير نتيجته في صالحكم فإذا سمع شيئا عنكم فإنه لن يأخذكم إلا بال بالبينة وبالحجة والبرهان وإن سمع شيئا منكم حتى لو علم أنكم تكذبون فهو لن يأخذكم بهذا الكذب لأنه سيعاملكم بظاهركم فهو أذن خير لكم يعني هذا استعمال نفس اللفظ اللي هو أذن لأنه اللفظ هذا قد يستعمل في سبيل أنه إن انه انت ذكرته فانا ابين لك يعني أعرف اقلب لك هذا اللفظ بصوره خيره انت تقول اذن اذن خير لكم نتيجه 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 ذلك ليس في الصوره التي ذكرتم وانما في اساس الاستماع نتيجته خير لكم يؤمن بالله قل قل اذن خير لكم يؤمن بالله ومن ايمانه بالله انه لا ياخذ احدا الا ببينه فهو يؤمن بالله فيما قاله سبحانه وتعالى وامر به في حقكم في التعامل معكم ومع غيركم ويؤمن للمؤمنين اي يصدق المؤمنين فيما يقولون ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم بعد ما رد عليهم وامر بالرد عليهم ذكر التهديد لهم والخبر لهم والخبر عنهم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم او الخبر في حقهم ومن الملاحظ في ايات المنافقين انه يتكرر فيها التهديد والوعيد وهذا التهديد والوعيد شيء منه راجع الى الدنيا وشيء منه راجع الى الاخره وهذا التكرار لعلّه يفهم منه إنه هذا من الأساليب التي تستعمل مع المنافقين يعني المنافقون لجبنهم ولخوفهم هذا الزجر ينفع معهم أو قد ينفع مع بعضهم الشيء الثاني إنه قد يكون لبعض ما ب... احنا قلنا المنافقون على درجات ها وبالمناسبة هؤلاء اللي كانوا كذا بيجتمعوا مع بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ترى مو كلهم كانوا في الباطن كفارا. حتى حتى اللي كانوا يجتمعوا مع بعض كذا على ها في ناس منهم حتى مذكور في الروايات يعني في السير وكذا انه في ناس منهم ترى يكون معهم ويكرهون بعض قولهم. يكون معهم اصحاب عيال عم يعني يرتاح لهم لخفه دمهم وظرافتهم مثلا لاي شيء. مع قلة إيمان وضعف إيمان وضعف إسلامة لكن إذا جاءت بعض الخطوط الحمراء المتعلقة مثلا بالطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا ما يشارك معهم ولذلك بعد قليل في قول الله سبحانه وتعالى إن نعفو عن طائفة منكم لما تقرأ كلام المفسرين قال, قال بعضهم إن نعفو عن طائفة منكم قال رجل كان معهم ولم يشاركهم في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه كان معهم وبعضهم قال إن نعفو عن طائفة منكم بتوبتهم. طيب الشاهد إنه إحنا قلنا على درجات وبالتالي التهديد والوعيد والزجر قد يفيد من قد يفيد من في قلبه بقايا خير من المنافقين. ها مما يعني من الآيات المفيدة في ذلك في سورة النساء. إيش الآية اللي في سورة النساء مفيدة في هذا المعنى؟ آه طيب فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً وقل لهم في انفسهم قولا بليغا هذه في المنافقين في سوره النساء ايش بدايه الايه؟ ها؟ ويقولون امنا بالله وبالرسول وطعن لا هذه في سوره النور ايش؟ إِنَّ رَدْنَا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وفيها وعظهم ها؟ وهذا ترى كما قلت احنا قلنا قلنا موضوع المنافقين فيه ابواب. الباب الاول في حكمهم. الباب الثاني في كيفيه التعامل معهم. صار في واحده من مفردات التعامل معهم اللي هي ايش؟ الموعظه والتخويف بالله والتخويف من العقاب في الاخره وفي الدنيا. ايش الدليل على الايات اللي فيها التخويف تخويفهم من العقاب في الدنيا في سوره الاحزاب؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا هذا تهديد لهم في الدنيا ولذلك كما قلت لما قالوا العلماء طيب لماذا لم يقتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟, ها قالوا انزجروا بهذه الايه انزجروا في قضيه اظهارهم النفاق وما الى ذلك صار مفيد الكلام معهم بهذه الطريقه الشاهد والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم تكرر الان موضوع الحلفان يحلفون بالله لكم ليرضوكم اهمهم دائما اهمهم دائما ايش الناس دائما همهم الناس رضوا عنا ما رضوا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، طبعا هذه الآيات مع الآيات التي بعدها من أهم الآيات في حماية جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى اللفظي ولذلك ابن تيمية اعتمد كثيرا على هذه الآيات في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول وهو كتاب ألفه لما حدثت حادثة في دمشق يهودي كان يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم وصارت قصة بعد ذلك يقتل ولا ما يقتل وبعدين دافع واحد عنه وكذا فابن تيمية غضب غضبة كما يقال وكتب يعني مجلدا كبيرا كتبه كتبه بلغة الحرب يعني الصارم المسلول على شاتم الرسول اصلا اسمه الصارم المسلول وكا وطبعا كله مليء بالعلم الواسع جدا وتحليل الايات القرانيه يعني تقول يكتفي بهذا الدليل لا ياتيك بايه حتى ايه دلالتها مي ظاهره بعدين دلالتها ضعيفه الدلاله او خلينا نقول يعني ليست واضحه الدلاله ويحشد الايات والادله والاحاديث على ان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل من الايات التي يستدل بها هذه الايات وله يعني استنباطات يعني استنباطات مهمه في هذا المعنى يعني في استنباط في سوره النور لكن ما اكثر فيه لاجل الاستطراد ما يطول. يحلفون بالله لكم ليرضوكم عفوا الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. هذا طبعا يبين فكرة ارتباط الوحي بالواقع نزول الوحي كان مرتبطا بالواقع هم كل ما سووا شيء خافوا ينزل القرآن عليهم على الفعل اللي سووه هم تخيل يا جماعة تخيل مجتمع يتحرك ها المجتمع يتحرك وممكن أي فعل معين ينزل فيه آيات من السماء من عند الله سبحانه وتعالى على فعل معين لأحد الناس وتعرف يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ولما يقول خشيت ان ينزل الله في قرانا ولما تقول عائشه وما رجوت ان ينزل الله في ايات ها ولما قال ابي ان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه قال وسماني قال نعم فبكى وهكذا فيعني في هذه من الامور اللي كذا يعني تبعث على على التامل الشعوري يعني نقول على الاقل انه ترى يعني في مجتمع ها حركته ها متصله باخبار السماء حركه تحدث في يعني تخيل الصحابه الان يروحوا مثلا معركه احد وبعد كل الدماء اللي تصير يتوقعون انه يعني تنزل ايات تصف المشاهد وهذا ترى قد يبعث ان الانسان اصلا يخاف من بدري انه قد تنزل ايات لان ايات تاتي متعلقه بالواقع. حتى المنافقون انفسهم كانوا يخافون ان تنزل عليه ان تنزل سوره تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. نخوض ونلعب. يعني لم نفعل ذلك لاننا يعني لا نعتقد انه رسول الله او لاننا يعني نكفر بهذه العقيده لا انما يعني تقضيه وقت تلطيف جو ولكن تلطيف الجو هذا بالنسبه لهم هو استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون وذكر العلماء والمفسرون بعض الروايات التي نزلت لاجل هذه الايه أه ومنها أنه في طريق غزوة تبوك أه قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أه أرغب بطونا أه ولا كذا ولا أجبا عند اللقاء ثم نزلت هذه الآيات فجاءوا يعتذرون وكما ذكرت هنا هل كان هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هل كانوا يبطنون الكفر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ام كان عندهم ايمان ضعيف وتمادوا في قضيه الاستهزاء اختلف العلماء وذكرت في وذكرت قبل قليل في الدرس انه ابن تيميه رحمه الله كان يرى ويرجح ان عندهم ايمان ان عندهم ايمانا ضعيفا وهو المقصود لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كان عندهم ايمان وكما قلت ذكر انهم كانوا يعلمون ان فعلهم هذا محرم اللي هو الاستهزاء والسخريه برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ولم يكونوا يعلمون انه كفر ولكنهم كفروا وان لم يعلموا انه كفر لذلك المناط على وجدت النص عطنيه طيب لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه من منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين، كلام ابن تيميه رحمه الله قال فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم قد اتوا كفرا. بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر. فبين ان الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه فدل على انه كان عندهم ايمان ضعيف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا انه محرم. ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فانهم لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف في صفه المنافقين الذين ضرب الله لهم المثل في سوره البقره انهم ابصروا ثم عموا وعرفوا ثم انكروا وامنوا ثم كفروا وكذلك قال قتاده ومجاهد ضرب المثل او ضرب المثل لاقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم جزاك الله خير. طيب لاحظوا قل أبالله وآياته وآياته لأن بعض المنافقين حتى في زماننا هذا ممكن ما يستهزئ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر لكن يستهزئ بآيات بآيات الله بعض الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى يستهزئ بها وهذا الزمن كثر فيه الطعن في الشريعه وكثر فيه الطعن في الاحكام وكثر فيه الطعن في الايات وكثر فيه كما لم يحصل قبل ذلك في التاريخ مع وجود الزنادقه سابقا مع وجود الطاعنين سابقا لم يحصل على مر تاريخ امه محمد صلى الله عليه وسلم ان كثر الطاعنون في شريعه الله كمثل زماننا هذا ابدا ولذلك من المهم جدا اشاعه هذا الحكم ان الاستهزاء بالله او باياته او برسوله كفر يخرج الانسان من المله حتى لو لم يعلم انه كفر واذا كان هذا في الاستهزاء <applause> الذي قد يكون من شانه او من صفته اللمز والتعريض وعدم التصريح فكيف بما هو منتشر في بعض البلدان وفي بعض المدن في بلدان العالم العربي من سب الله سبحانه وتعالى صراحه ها؟ ولا شك أن هذا كفر بإجماع علماء المسلمين كفر يخرج الإنسان من الملة و هذه قضية خطيرة جدا أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعفو عن طائفة منكم سبحان الله يعني هذا متكرر في القرآن يأتي الوعيد يأتي ذكر أحوال الكفار والمشركين والمنافقين ثم تجد آية تفتح لهم باب الرجوع تفتح لهم باب الرجوع وهذا منهج ينبغي أن يأخذه الدعاء لأنفسهم شوف لن تتعامل لن تتعامل ها مع مع فئات من المسلمين خلينا نقول ها ممن ضعف إسلامهم ممن كثر فسقهم أسوأ من الذين كانوا يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم يرونه مباشرة ومع ذلك يفتح الله لهم طريق العودة أصرح من هذه الآية في سورة التوبة بعد وجه ها؟ في الوجه بعد التالي قال الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا أَنَا اغناهم الله ورسوله من فضله فايش؟ شوف فان يتوبوا يكو خيرا لهم. مرتدين كفروا بعد إسلامهم مرتدين وفعلوا الافاعيل وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله لهم فان يتوبوا يكو خيرا لهم. ولذلك هذا خطاب مهم في الدعوه والاصلاح. يعني ممكن يغلظ ممكن يبين ممكن كذا لكن لازم يبقى يبقى طريق لمن يريد الرجوع والتوبه. ثم كملنا احنا في الوقت الان. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. اولًا هنا ذكر المنافقات انه ترى ايضًا في نساء منافقات وليس فقط ليس فقط المنافقون من الرجال هذا واحد بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف يأمرون بالم شوف الآن في يفعلون المنكر وفي يأمرون بالمنكر جيد وفي يتركون المعروف وفي ينهون عن المعروف. هذه الحين الصفات السلبيه. هم اتوا باشد الصفات السلبيه في الامرين، وهذا مهم جدا ان يوعى في المنافقين انه ترى المنافقين لا يكتفون بمجرد لا يكتفون بمجرد ارتكاب المنكرات. وانما من اهم ما يعني يقومون به انهم يامرون بالمنكر. وينهون عن المعروف يعني ممكن اشخاص يرتكبون المنكرات ولا يفعلون المعروف لا ترى من صفات المنافقين النهي عن المعروف النهي عن هو ما يبغى هو هو لا يحب ان يرى المعروف يفعل هو اجتماع الناس في المعروف. مثلا رؤية المحجبات رؤية هذا الك... هذا امر يسبب له قلق في الحياة ما ما يرتاح لذلك يا جماعة ترى مهم جدا الربط بين بعض الصفات الموجوده في واقعنا اليوم وبين صفات المنافقين في القرآن، لازم لازم يصير في ارتباط حتى يفهم انه هذه ترى ترى ذكرها الله سبحانه وتعالى. ها؟ وطبعا تجتمع عند تجتمع عندك في ملاحظة الواقع صفة 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 حتى تعرف انه خلاص هذه صفات منافقين يعني انتهينا يعني. لاحظ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم هذه صفه ايش؟ البخل مثل ما ذكرنا سابقا هذه من صفات المنافقين نسوا نسو الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم نسال الله العافيه هذا طبعا ايضا في ذكر الوعيد ويتضمن الزجر لمن كانت فيه بقايا لمن قد يستجيب لمثل هذا لمن قد يخاف من مثل هذا الزجر ممن كان فيه نفاق أو كان مع المنافقين وهو خبر من الله عن مصيرهم وعن أحوالهم وهو أيضا فيه إيناس للمؤمنين الذين يتضررون من أذى المنافقين فيه إناس للمؤمنين أنه ينتظرهم أن المنافقين ينتظرهم عذاب عظيم عذاب مقيم وأن الله لعنهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا ونعوذ بالله من النفاق ومن المنافقين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن المسلمين شرهم ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ونسأل الله أن يعز دينه وأن يعلي كلمته كما نسأله سبحانه وبحمده ان يفرج عن المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انا نسألك ان ترحم اخواننا في غزه وان تفرج عنهم يا رب العالمين وارحمهم في السودان وفرج عنهم يا رب العالمين وفي كل مكان، اللهم عليك باعدائك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.